عن صباح الجمعة المبارك يا شباب. تقريبا نشيطين جدا واضح. نعم. ورايحين على صباح النور. جمعة مباركة شباب. جمعة مباركة. إلى الصلاة إن شاء الله. ونباشر فعالياتنا. قوية هاي البلوك بلشوا لحالي هيك. أه. قدرات. لا لا عادي أنا حسيت إنه تجاوزت الخطوط الحمراء والله. قدرات. وصلي وروح. يلا. وليد طبعا حامل المصليات كلها. نور وليد. نورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلم سلم. وعليكم السلام. الله أكبر الله أكبر. هيك بيكون خلص صلاة وصل لك الفيديو بس تعمل لايك شير. لا لا تردوا عليه بدنا هيك نعطيها يعني حتى روقنا ترويق افكار صرنا بكير انا وماما بس لانه هم نشيطين كانوا بيلعبوا كرة الطائرة بالليل فبدنا نجيب لهم خفيف خفيف فطور. اياد وين اياد؟ بيت مين؟ اياد في بيت عمو غسان. ايوه بيت عمو غسان اللي هو بيت حمام بيت حسايبنا يعني بالصبع. يعني هو يكون عمه مظبوط. فهو اياد هناك. اوكي اخوان جينا على البيت. ماما طلبت مني افتح لها هاي عشان هي ما بتعرف تفتحها صح؟ وانا ما بعرف افتحها. ربي تتفشل قدام الكاميرا يا رب يا رب. بسم الله خلينا افتحها وانت ما تقدر تفتحها. وهي شوي ايه خربانه رجعوا على المحل هاي. ضغط علي ساعتها اوجيك اعطيها اجرب انا اجرب 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 بس اجرب ولك لا ما شيء شك امسك. وهيك بكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسى تعمل لايك وسبسكرايب. انت بس فكر ببطنك زي اخوك صاير. لا بس فكر ببطنك. ما يا وين هلا عندي عمو غسان وانا ما احب هذا مربى وهذا مش مربى. هذا مربى فراولة. أحسن. وهذا مو مربى. أنا مش عارف المطبخ. أنا مش عارف أصور أنا ذي شو. جنبه جبنة أو جيمر. الله. إيه أنا أختك. طيب بابا إيه. ما بابا. عشان كتير جوعان. كتير جوعان. كتير جوعان بابا. أوكي إخوان. هي السفرة تقريبا جاهزة. بس ضل بيض وبطاطا صح ماما؟ ان شاء الله. لا ما بصير تاكلي ماما. لا ما باكل شيء. اوكي. جيب لنا خبز لانه في واحد معصومي جاب ربطه واحده بس. طب انا كنت جايبين لحالي. طيب ماما جبنا لك خبز. لا جبره والله منيح اللي جبته. مو احنا ما احنا المفروض نتعاون يعني انت بتعمل بطاطا احنا بنجيب خبز فاهم كيف؟ جايين لي تخفقوا بشو اسمه برطة خبز واحدة ساعدك؟ بسم الله عليكم. اه والله يلا بعد لو سمحت. طبعا يا اخوان احنا ببالغ الاسف حابين نبلغكم انه في عندنا شخص فرد طلع من العيلة. هرب من العيلة. هرب من العيلة. اياد. هون هون هاتين هون طلع طلع في إشي بابا ما بعرف إنه هون موجود. أوكي طب سكت. شو هني قلعت بندور بالإنجليزي؟ الله يهدي بندور. الله يهدي بندور. لا واضح كنتي كمان. شو طيب يلا احكي لنا أنت. توميتو؟ آه. قلعي. شو معنى قلعي بالإنجليزي؟ هيك ممكن وصلنا لنهاية الفيديو. اصبر لا والله حترجمها. يلا. شو معنى قلاية بندور بالانجليزي؟ قلاية توميتو. قلت لك. بان. بان؟ بان. بان والله بان بلم يوروب يعني. يعني توميتو. اه وقع وقع. وقع اه بسرعة زي الولاد صغار ما احنا. يعني بالانجليزي بتصير توميتو بان. توميتو بان انت يعني انت بندوره. بالتركي. شو قلتي ماما اياد ماله؟ اياد بحب البيض وبطاطا. يا رب اياد تشوف البلوج تتحسر. انا بكون خالته سيام عملته.
يا هلا بكم قاعد بشوف الفلوج الحين قاعد ناكل بيض وبطاطا بدونك. هو بكم قاعد على السفره بسرعه بسرعه وشوف الطاوله الثانيه غلبك اثنين شاي مارلين هي جهزت جهزت طب اخذها زي ما هي هي بالمعنى بابا ما بيحب الكباب صح انت تعرف بابا بيحبها زي ما هي يلا اخذها يلا شوف المفاجأة حد قول لايت بندورة قول لايت بندورة الله أكبر بان توميتو الله بان توميتو بان توميتو بان يعني لايت بندورة بالإنجليزي وبالتركي أنت بندورة معناها تفضل بالتركي دوميتو دوميتو صح؟ صح لا بلن 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 صح جاهز؟ يلا حاج تفضل أيوة حين أكل بردي مش منطق إلا ساعة نستنى أي والله تشكر يلا تفضل والله قاصر عصومي اي والله بابا جم تفضلوا يا اخوان تفضلوا بويرون هذا فطور المتواضع الجميل لكم جزينا على هذا الفطور حمص بندوره صغير بعرفش ليش بيض وبطاطا هلايت بندوره بيض وبطاطا مره ثانيه مرتديلا جبنه كرافت بس ترى شايفين حمص لبنه في فول زيتون فول كمان بده هي لماما الفول وبس والله وزيتون اسود زيت وزعتر اوكي حد شو بنبدا شو بنحكي قبل ما نبدا الاكل بنحكي جوعاني بنحكي دعاء دعاء الطعام جاد شو دعاء الطعام اللهم بارك لنا فيما رزقتنا بسم الله هي ما شاء الله كاردشم اصلانم بسم الله ناكل تفضلوا لا لا استنى شوي ما اعرف شو صار حاب يكون لي كلمه اوكي اخوان ماما قاعده بابا قاعد جنى وجاد وهي انا وليد قام طبعا كنا تقريبا من ساعه لربع خلصنا اكل تقريبا بابا لسه ما خلص صح وانا بابا أنا مبسوط؟ ان شاء الله عليك حد الحمد لله فهمت عليك انا ان شاء الله اكل زاكي الحمد لله ليش حد؟ شديت نفسي ليش حد؟ والله كمل ما اكلت ما اكلت بس في صحن تحت وخلص يعني ضل هذا بعرف انا كل مره بدي اعمل رجيم ما بتساعدوني بس هذا انت بتكون مصر تخلص الصحن مش بالضروره ولازم يخلص حق عادي عادي ممكن نتعشى عليه ممكن اخليه لفطور بكره عادي يعني وانت بتعمل اكل طيب ماشي بس مش على نفس واحد خلص عادي اتحداك هذا مؤثر الصوت تلاقيه في اي وهاي اخر شفت شاي صح شاي بنصب لك كمان كاسه والله مطعم الله صح الله بس صح وانا جرحت واضح اوكي يا جماعه بعد الفطور انا وسند عاملين فعاليات قاعد عند الخزانه برا هي باب البيت ايش اخبارك صديقي اوكي ما بدي بعرفش بحب يقعد برا ايش روحك مبسوط هلا صاحي منهم طبعا سنودي والله بعرف بس بعرف انه انت يعني ويش روحك وين بابا 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 يلا خد امسك يلا بعرف شو بحب اي شيء فيه سلاك وحبال وحفله اوكي سنة تخلص من السلك هلا اجي عند الحبل تبع بلوستي تفضل صديقي احصان يعني بجد شو بتعمل والله معك حق احلف خلاص يا استاذ لا مش ايه بس باخذ بس باخذ نظاره مش بصغير لانه مش بصغير خلاص هي شخصيه هاي مش بصغير اذا اوكي اذا حاب تاخذها يعني خذ راحتك يعني بس ما تكسرها
بقول لك قرب قرب تعال قرب. خلص 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 بس بس بس. لا 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 شاكر شاكر. هذا بياكلها. هه ايش في يا اخوان؟ لنا ساعة بندور عليكم. امسك امسك يا امسك. عم بن اخذ مقاساتي لتغيرها طول. عشان بيت وليد؟ ما راح تسووه؟ لا 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 ما بنحب الحد بشكل احد. طيب والله حلو المساحة هاي لبيت وليد. والله يا معلم لا كبيرة علي هاي. نعمل لك هيك مزرعة خفيفة هون. ايش دقيقة ايش؟ مزيرعة مزيرعة. مزرعة مزرعة يعني؟ لا يعني شوية اشياء. مشاتل شوالي شوي شوي شكل لا كرفان هذا موضوع غلط الشغل. اوكي روح على الدار هذا ما عرفش منو هذا الشيء. يعني ايش يعني شو حتجيب المزرعه؟ على طول بدنا نجيب شويه اشجار ورود خلاص نطبق نظريه ايش على سوق احزاب ايش؟ ناكل مما نزرع ونلبس مما نصنع. الله فاحنا بنصير ندرب حالنا من هلا هاي مترين 45 خلاص بس مبدئيا المزارع بدون خرفان ما بتزبط فيا بتجيب هون كم ترد يعني مشتل صغير هيك وعادي هون خفيف خفيف سافي مع هالطلال الحلو الجميل هون كمان الاشجار والاشياء الحلوه برضه بدنا خرفان جد صح؟ لا طيب يلا يلا بدي اروح اشي شوي مشاتل تروح معي ولا يلا امشي مين حدا صاحي يروح معي ولا حدا صاحي بس انا وجاد وليد وين؟ وليد نايم وجنا جنا قاعد تمنتج بتمنتج ومين كمان ضايع عندنا بس اياك العم الغسال وماما مع سند ماما مع سند اه يلا تفضل قريب روح رحنا كلنا خلاص يلا يلا على المشاتل ها يلا وسند يلا اسمع حد اه ما شاء الله كل هذا في عندي حركه اسهل ننقل بيتنا هون وخلص برضه فرصه يعني بدل ما نجيب مزرعه على البيت وهيك وحفله خلص نجيب بيتنا على المزرعه و... صح امور تمام صح. انت ما عجبك يبدو اشياء زي هيك ايه ما عجبك اه بدي اجيب البيت هون وخلص اوكي انت حبيبي هيك سبحان الله شكلك يعني بتحب حيس الحيوان عفوا المشاتل المشاتل طب يلا والله مش عارف حاجة. والله كل شيء حلو يلا هلا بشوف انت عندك خيارات مليانه مشاتل عارفك يا زبون ايش عندك في البيت المكتب اوكي يا جماعه رجعنا على البيت طبعا ما اشترينا ولا شيء ولا حتى زرعها هالقد المهم لذلك بابا حكى لي بالفيديو الجاي يعني هو بابا حكى لي الفيديو الجاي حيكون عباره عن مزرعه عندنا فلذلك ترقبوا الفيديو الجاي هذا فيديو خفيف خفيف كان قلت والله كل فيديوهات خفيف خفيف المهم بس الفيديو الجاي ان شاء الله حتشوفوا شيء خرافي برا بال عند باب البيت حنعمل هيك على قولك بابا مزيرعه فاستنوا الفيديو الجاي ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديوهات الماضيه وهذا الفيديو استمتعتوا فيه وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بكل الفيديوهات لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد واشوفكم حلقات ثانيه ومع السلامه.